كلمة سيدنا ابن المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد وزير الداخلية، تعلمون أن المغرب عرف تاز ممرت وقلعة مكونة ودر مولاي الشريف وأكدز وغيرها من المعتقلات السرية اللي كانوا المغاربة كيتعلقوا فيها وكيتعذبوا وكيعيشوا الجحيم، ولكن كانت السلطات العمومية تنكر أن هناك معتقلات سرية وأن هناك تعذيب. جات الأيام واكتشف المغاربة هول ما يقع في المملكة، كان هناك فعلا مواطنون يعانون أشد أنواع التعذيب والانتهاكات، وجات هيئة الإنصاف والمصالحة وقام الشعب المغربي وأدى لفائدة الضحايا المرحلة السابقة جبرا للأضرار اللاحقة بهم تعويضات كثيرة، وما زال الملف مفتوح وما زال ينزف بالجروح. كنا كنعتقدوا بأن هاد الصفحة ديال تعذيب المواطنين، ديال المعتقلات السرية، ديال الاختطاف، ديال الإخفاء القسري انتهت، لكن للأسف الشديد أؤكد وعندي شهادة المئات بأن معتقل تمارة يتم اختطاف المواطنين فيه وتعذيبهم واحتفاظهم لمدة طويلة، بل للأسف الشديد هناك بعض الأشخاص في الخارج اللي كيقولوا بأن هناك لاسوتريتونس في التعذيب لفائدة جهات أجنبية. المملكة المغربية لم ترد بأي وجه من الوجوه على هاد الأشخاص اللي كيدعوا هذه الادعاءات الخطيرة. الولايات المتحدة عندها غوانتانامو، ولكن غوانتانامو دارته خارج الأراضي الأمريكية لأن هناك قانون، وكيعرفوا الأمريكيين أنه يمكنش أنهم يمشيوا يديروا واحد المعتقل اللي فيه مخالفة للقانون الأمريكي، داروه في واحد الخليج في كوبا. ومع ذلك الرأي العام الأمريكي وكافة المكونات الأمريكية طالبت بإغلاق هذا المعتقل، وطبعا الولايات المتحدة أرسلت معتقلين عن ديال غوانتانامو إلى بلدان العالم ومنها المغرب. للأسف الشديد أن الولايات المتحدة كترسل هذوك المعتقلين، وفي المغرب كنشدهم وكنعطيهم كم سنة لأن القضاء قضاء غير مستقل لأنه قضاء التعليمات. لذلك السيد الوزير، حنايا في المغرب صادقنا بالفعل على الاتفاقية ديال منع التعذيب، صحيح، وقمنا بملائمة القانون المغربي مع الاتفاقية، صحيح، ولكن التعذيب مازال، وكيمكن السيد الوزير يرجع يشوف غير هذيك الشهادة ديال مواطن مغربي مستضعف مازال في السجن اللي هو سميتو بوشتى الشرف، ولكن يمكن ناكد لكم السيد الوزير ان عندي شهادات، وهاد الشهادات كنطلب منكم تفتحوا بحث بخصوصها، والا ما فتحتوش بحث انا كنطالب جميع البرلمان، ها هو كنحمل المسؤوليه، لان هذه مصائر الناس، باش نديروا لجنه تقصي الحقائق ونقولوا واش بلادنا هاد الناس كيكذبوا عليها، واش هاد الشيء كاذب كيكذبوا علينا، فتحوا الكذب ديال الناس او حقائق، فينبغي ان نفضح هذا النوع ديال الممارسات اللي كتمارسها السلطه بغير وجه حق واللي فيها تجاوز وافتئات على الحقوق والحريات. شكرا للنائب المحترم. هل من رد السيد الوزير؟ انا فقط اريد ان اشير بان القانون المغربي كيجرم الاحتجاز وكيجرم التعذيب وكيجرم الاختفاء ويفرض عقوبات مشدده في حق اللي كيرتكبوا، بالاخص اذا كان موظف عمومي. الاماكن ديال الاعتقال محدده في القانون، المؤسسات السجنيه، الاماكن ديال وضع رهن الحراسه النظريه هي موضوع تحت اشراف السلطه القضائيه وتحت اشراف النيابه العامه اللي كتولى الزياره ديالها واللي كتولى الاستنطاق ديال الاشخاص المدعين على الحراسه النظريه، ومن جانب اخر بان المحامي بما تنتهي المده ديال الحراسه النظريه وتيبغي يكون التمديد كيمكن يحضر في امام النيابه العامه. اذا الضمانات القانونيه كلها متوفره. لا 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 غير سمح لي، لا 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 ما قاطعتكم سيدنا المحترم. فرق، هناك فرق، هناك فرق. أكرموا السيد الوزير بالإنصات من فضلكم. فهناك فرق بمرافعة، بين مرافعة في قلب المحكمة واللي عندها الشروط ديالها. لما كيتقال بأن كاين التعذيب ولا كاين الاحتجاز ولا كاين الاختطاف، كاين السلطات القضائية اللي غادي تقدم أمامها شكايات. لا لا ما تقاطعنيش السيد نائب المحترم. لا لا
أما الحديث الآن على استقلال القضاء أو غيره فأعتقد بأنه يعني ليس هو موضوع السؤال. موضوع السؤال هو أن إذا كان هناك من تجاوز من طرف أي جهة كانت هناك سلطة قضائية اللي غادي تبحث وغادي تتحرى وبالتالي اللي ارتكب المخالفة غادي يكون تحت طائلة العقاب. إذن من هذا الجانب كنعتقد بأن الترسانة القانونية المغربية لها من الآليات ما يمكن أننا نزول به كل ما يمكن يتبرر الدين من ممارسات خارج نطاق القانون. وشكرا. شكرا للسيد وزير.